لقد مررنا جميعا بلحظات ندم بعد عملية شراء عبر الإنترنت، فأنا ما زلت لا أعلم سبب شرائي لأحجار الأوريغامي هذه، لكن في بعض الأحيان عليك فقط إعادة الأشياء للبائع لحسن الحظ. حتى مشاكل الشراء الخاصة بي لا تقارن بالمشكلات التي واجهها هؤلاء المتسوقون عبر الإنترنت. استعد لتندهش معنا من هؤلاء الأشخاص الذين يندمون بشدة على التسوق عبر الإنترنت. كن حذرا في شراء الأشياء من الأشخاص الغرباء عبر الفيسبوك، أو قد ينتهي بك الأمر مثل هذا الرجل الذي اعتقد أنه حصل على سعر جيد في شراء تلفاز جديد بشاشة مسطحة. لقد كانت مسطحة بالتأكيد، لكنها لم تكن شاشة. أتساءل عما إذا كان هذا اللوح الخشبي عالي الدقة. يعد طلب الملابس عبر الإنترنت أمرا صعبا. هل سوف يناسب مقاسي عندما أرتديه؟ هل سيبدو علي كما كان في الصور؟ بالنسبة لأحد المشترين عبر الإنترنت كانت الإجابة على هذا السؤال هي لا، ولكن دعونا نأمل فقط أنها قد طلبت من مكان ما له سياسة إرجاع جيدة. من الصعب جدا معرفة الحجم الفعلي للأشياء عندما تنظر إليها عبر الإنترنت مع عدم وجود شيء للقياس. اشترى هذا المتسوق ما اعتقد أنه كرسي عادي، ويبدو أنه لم يلاحظ كلمة للأولاد في العنوان. بالطبع يمكن أن تعني كلمة الأولاد المراهقين، ولكن في هذه الحالة يبدو أنها كانت تعني الأطفال الصغار. إليك عنصر آخر يندرج تحت فئة بعض العناصر المطلوبة عبر الإنترنت تكون أحيانا صغيرة بقدر ظهورها على شاشة هاتفك. وصل هذا الميزان وأدرك المشتري أنه أصغر من أن يزن أي شيء. الآن إذا كان لديك اثنان منها يمكنك استخدامهم كزوج جميل من الأقراط. من ناحية أخرى، في بعض الأحيان تكون الملابس أكبر بكثير مما تبدو على الإنترنت، حتى أن هذا المتسوق كان يشتري وفقا للقياسات الصحيحة، لكن أثناء النقل يبدو أن هذا الجينز اكتسب طولا أكبر بكثير. أنا متأكد من أن هذا الحوض مناسب لشيء ما. على سبيل المثال، ربما يحاول شخص ما تعليم التجذيف لجرو تشيواوا الخاص به. لسوء الحظ كان الشخص الذي طلب هذا الحوض يأمل في استخدامه لطفل بشري. لاحظت زوجة المتسوق بذكاء أن هذا المسبح يبدو رخيصا حقا، ويبدو أنها كانت على حق. عندما يتعلق الأمر بالسلع المخبوزة التي لا تتوافق مع صورتهم على الإنترنت، فإن هذه الحالة حقا تأخذ الحصة الأكبر من الكعكة. أراد المشتري كعكة ميني ماوس لابنة أخيه، وتلك التي على اليسار بالفعل تبدو رائعة. لسوء الحظ التي على اليمين هي التي حصل عليها المشتري. كانت لدى هذا الشخص فكرة رائعة عن هدية عيد الأم لأخته، وهي وسادة عليها صور أبنائها الأعزاء. ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟ حسنا، هذا هو بالضبط ما حدث. كانت يجب أن تكون فقط صورة صغيرة لأحبائها مطبوعة على وسادة. هذا شيء واضح، ولكن طباعة الرأس فقط على الوسادة؟ هذا حقا مخيف. هذه حالة أخرى للأشياء المصغرة للغاية. إذا كنت أطلب مصباحا مكتبيا للقراءة، أعتقد أنني أريده كبيرا بما يكفي لإضاءة أكثر من كلمة واحدة على الأقل. ستكون هذه مغرفة كبيرة جدا لقدر كبير حقا من الحساء، شيء لا يمكن تخيله. أنا حقا لا أعرف ما الذي يمكنك فعله بهذه المغرفة في المنزل بخلاف إرجاعها. ما الذي يفترض بي تقطيعه باستخدام لوح التقطيع هذا؟ ربما قطع بعض الخبز لتناوله على ضوء هذا المصباح. بطريقة ما بدا شكل ظهور هذا مختلفا عبر الإنترنت. الباقة التي على اليمين هي كارثة مزدهرة، يشبه زي الأميرة ليا هذا زي شبح الودود كاسبر. ماذا حدث للحزام وللمقاس؟ يبدو أن ملاءات السرير كانت ستكون أفضل من هذا. لقد كانت هذه المتسوقة تتوقع فستانا، لكنها حصلت على قميص بدلا من ذلك، ولكنها على الأقل حصلت على النمط الذي أرادته. يبدو أن مخزون الأزياء لهذا البائع اختلط بشكل خطير هنا. تبدو هذه الأواني والمقالي وكأنها شيء تستخدمه هذه الدمية لصنع الغداء. ما هو الغرض منها حتى؟ أنا أعرف أن هناك الكثير من عناصر الدمى للبيع، لكن هذه كبيرة جدا لذلك، ولكنها أيضا صغيرة جدا للاستخدام العادي. هذا الترتيب للزهور على شكل رأس كلب لطيف حقا. من المؤسف أن الواقع يشبه بالفعل رأس الكلب، ولكن بعد أن دهسته سيارة إنه حقا فظيع. يبدو هذا السروال مميزا ورائعا في إعلانه عبر الإنترنت. للأسف اكتشفت المتسوقة أنها عندما تجلس وهي ترتديه فإنه يتحول إلى شكل من أشكال الملابس الداخلية. هذه اللعبة لن تعطيها لأي طفل إلا إذا كنت تريد إخافته. تبدو اللعبة على اليسار وكأنها طائر صغير ممتع، ولكن تبدو اللعبة على اليمين مثل السيد رأس البطاطا. يبدو أن شخصا ما يريد لعب لعبة وخز الإبرة على رأس البطاطا.
يستحسن أن تطير بعيدا عن هذه الهدية الكارثية للأطفال. تبدو جوارب المرأة القطة هذه رائعة في الصور على العارضة. بالنسبة للمشترية فإنها تبدو أشبه بسراويل المظلة المقطوعة أسفل الركبتين أو أكياس قمامة. عند التسوق عبر الإنترنت إنه من المهم حقا التأكد من أن الكمية التي طلبتها صحيحة. اعتقد هذا المتسوق أنه طلب 8 حبات من الجزر، ولكن انتهى به الأمر مع 8 أكياس من الجزر. أين باكس باني عندما تحتاجه للمساعدة في هذا؟ حصل طفل حزين على هذا في صباح عيد الميلاد. اعتقدت والدته أنها كانت تشتري له آلة العلكة التي يريدها، وبالفعل حصلت على آلة علكة، ولكن آلة صغيرة جدا. إذا بكى هذا الصغير في صباح عيد الميلاد فربما يمكنه أن تشتري أصغر آلة كمان في العالم لتتماشى مع بكائه. في بعض الأحيان يمكنك إضافة بعض التعليمات مع طلبك عبر الإنترنت، وهو أمر رائع إذا كانت الهدية مفاجأة أو لوازم لحفلة مفاجئة. لسوء الحظ لا يمكنك التحكم في ذلك لأنه تتم طباعة تعليماتك على الطرد نفسه. قد تبدو أحذية الجري المزيفة من أديداس هذه وكأنها أصلية من زاوية معينة في صورتها عبر الإنترنت، لكنها في الواقع تبدو مثل تلك التي قامت جدتك بحياكتها لك في عيد ميلادك الأخير. تم الإعلان عن هذه البضاعة على أساس أحجار كريمة، لكنها في الغالب مجرد أحجار، أحجار لامعة جدا. لن تشتريها في الحياة الحقيقية، ولكن مع الإنترنت يمكنك بسهولة تضليل العملاء. يأتي البشر بمختلف الأحجام والأشكال، ولكن هل يجب أن تأتي الأقنعة بنفس الشيء؟ من الواضح أن الشركة المصنعة لقناع الوجه هذا اعتقدت ذلك، لكنهم قاموا بصنعها بشكل مناسب لدمية وليس لوجه إنسان. ندم هذا القط بشدة لأن صاحبه اشترى له لعبة عبر الإنترنت دون تأكد من حجمها. هل يستعمل هذا لتله به الفئران بينما تطاردهم القطة؟ اشترى هذا المتسوق بعض أحذية التسلق، ولكن حصل على زوج من أحذية النساء، ومع ذلك فإن المشتري على الأقل يحقق أقصى استفادة منها. سيقان جميلة. هنا لدينا كرسي أطفال آخر اعتقد أحدهم أنه بحجم الكبار. في الواقع هناك غرفة كاملة مليئة بهم. لم يدرك المشتري أنه كان يشتري كل هذه الكراسي من مدرسة ابتدائية. على الأقل يمكنه الآن فتح مطعم للأطفال. طلب هذا المتسوق بعض الملابس التحتية عبر الإنترنت ربما لنفسه أو لصديقته، لكنها لم تكن ما أراده بالضبط. من الواضح أنها صنعت للأقزام. على الأقل يمكنه الآن تدفئة أصابعه. يبدو أن هذا الحذاء مختلف كثيرا على الإنترنت، ولكن عندما وصل للمشتري لاحظ أن الشكل في الرسم لديه مؤخرة. آمل أن يكون قادرا على تقدير الفكاهة في هذا التقليد وأن يكون قد ضحك بما فيه الكفاية. طلب هذا الرجل زي الرجل العنكبوت بحجم كبير، ربما حجم كبير للأطفال. لا أعرف كيف تمكنوا من جعل القناع فضفاضا للغاية والقميص ضيقا جدا، لكن الناس على الأقل لن يأخذوك بجدية في هذا الزي، فلا تقلق. اعتقد عميل آخر أنه سيشتري ساعة ذكية من شركة أبل عبر الإنترنت، وقد حصل على واحدة بالفعل، ساعة بها شاشة على شكل تفاحة وكتب عليها آي واتش وآيفون واتش. لماذا يقوم أحد بصنع مثل هذا المنتج السيء والمضلل مع العلم بأن العميل سيقوم بإرجاعه مرة أخرى؟ لنأمل أن يحصل هذا العميل على نقوده مرة أخرى. بدت شجرة عيد الميلاد هذه بحالة جيدة عبر الإنترنت، ولكن في الواقع يبدو أنها تعاني من سوء التغذية وغير قادرة على حمل بعض الزينة خفيفة الوزن. أكره عندما أطلب قميصا بدون أكمام وأحصل على فستان قصير. لسوء الحظ هذا ما حدث لهذا المتسوق، وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا لم يكن تماما ما يريده إلا أنه جعل مظهره لطيفا للغاية. اعتقد هؤلاء الأشخاص أنهم كانوا يشاهدون طفلا يستمتع بغطاء وسادة على شكل ديناصور، ولكن عندما وصلت أدركوا أن رأس الطفل كان جزءا من غطاء الوسادة أيضا، ولم يكن غطاء الوسادة الذي طلبوه. إنه منتج مضلل لكن بطريقة ذكية، يجب أن تعترف بذلك. عندما تأخذ الأمور بشكل حرفي، قرر أحد بائعي موقع إيباي بيع فيلم 50 ظلا من الرمادي، ثم أرسل للمشتري ورقة مطبوعة عليها 50 درجة من اللون الرمادي. نعم، أنا متأكد من أن هذا ما كان يدور في ذهن المشتري عند الطلب. عند شراء كيس ملاكمة، من الجيد أن تضع في اعتبارك أن هذا الشيء ستضربه بشكل متكرر، لذلك قد لا ترغب في اختيار أرخص كيس. للأسف تعلم أحد المتسوقين هذا الدرس بعد أن طلب كيس ملاكمة بقيمة 20 دولارا عبر الإنترنت، وقد تمزق على الفور بعد أول لكمة. أراهن أنه كان غاضبا للغاية وكان بحاجة إلى كيس ملاكمة آخر. اعتقد هذا المتسوق أنه سوف يحصل على زوج من الأحذية،
بدلا من ذلك حصل على بدلة بالحجم الطبيعي تشبه الرسم على هذا الحذاء. بالطبع هذه عملية شراء واحدة يجب ركلها بعيدا عنك. يجب أن أعطي هذه نقاطا للصدق. من الواضح أن صانع هذا القميص لا يمكنه تذكر شعار مشروب دكتور بيبر الشهير. لقد قاموا بعمل جيد ونجحوا في إقناع المشتري بأنه لا يستطيع الوثوق بهذا البائع مجددا. التصميمات على القمصان تبدو أصغر بعد أن تطلب القميص. يحتاج هذا الرجل إلى عدسة مكبرة للعثور على الرسم المطبوع على قميصه. عند طلب المجوهرات عبر الإنترنت من المهم التأكد من أنها بحجم الإنسان وليس بحجم العرائس. هذا الخاتم صغير جدا، حتى غولم نفسه لم يكن ليطارده. حسنا، ما هي كوارث الشراء عبر الإنترنت التي حدثت لك؟ أخبرني في التعليقات أدناه، وشكرا للمشاهدة.